السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 38 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى 6 من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله مع النص الشعري رحلة حلم. ألاحظوا وأتوقعوا، إذا الملاحظ هنا هي صورة لجامع القرويين بفاس، وهي أقدم جامعة على الصعيد الإفريقي. أحكي عن رحلة قمت بها. إذن سوف نحكي عن رحلة قمنا بها ونحن تلاميذ. قامت مؤسستنا بالتنسيق مع السلطات وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بتنظيم رحلة مدرسية إلى فاس التي تختبئ وسط جبال الأطلس الوسطى. ركبنا حافلة صباحا بعد قدوم الجميع، ولدى وصولنا تجولنا في المدينة القديمة ذات الممرات الضيقة بعدها. زرنا صورها ومدخلها المتمثل في باب الجلود مرورا إلى مدرسة أبو هنانية الإسلامية متحف دار البطحاء وجامع القرويين كما قمنا بزيارة مدابغ الجلود وأحواضها التي يعود إنشاؤها إلى قرون مضت، و
وبعدها ذهبنا استحمام في حامات مولاي يعقوب وشرب ماء سيدي حرازم، ويرجع تسميتها إلى الفأس الذي والتي استعملت في حفر أساساتها، وفي المساء عدنا إلى ديارنا سالمين بقدرة الله. أحدد العلاقة بين رحلة وحلم. إذن الرحلة تعني الحركة والتنقل، الحلم يعني فهو مرتبط بالنوم والخيال، ولذلك العلاقة بينهما أن الإنسان في الحلم يأخذ رحلة كل ليلة، هو خالد إلى سريره، أتوقع ما يتضمنه النص انطلاقا من العنوان والصورة للعنوان رحلة حلم، ثم الصورة هي صورة جامع القرويين بفاس. إذن خلال العنوان صورة أتوقع أن الشاعر يحلم بالرحلة إلى جامع القرويين بفاس. سوف نقرأ هذا النص. رحلة حلم. حلمت بأني طير أطير، وأعلو غريدا كفجر منير، وأرنو إلى البحر في بهجة،
أقبل موجا وشوقي غزير، حلمت بأني طير أطير. رحلة إلى الصين ذات مساء، تسلقت سورا عظيما رسا، وفزت بروح يذيب الأسى، فأشرق قلبي كظبي غري. حلمت بأني طير أطير، وملت إلى هرم من عجب، بأرض الكنانة أرض العرب، وأبو الهول جاثم في صمته، فهو رمز لتاريخ كبير. حلمت بأني طير أطير، وفي الأقصى جامع القرويين، منار علم على مر السنين، وفي الحمراء ساحة عجيبة، بها الفرجة والخير الكثير. حلمت بأني طير أطير. السلام عليكم متابعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 39 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله لدينا أقرأ وأفهم، أنمي معجمي اللغوي، أصل الكلمة بالمعنى المناسب. لدينا حلم وحلم. حلم ماذا تعني؟ هل هي عفا وصفح عمن أساء إليه، أم هي رأى في نومه رؤيا؟ إذن حلم رأى في نومه رؤيا. وحلم هي عفا وصفح عمن أساء إليه. أبحث في معجمي اللغوي عن معنى الهرم وسور الصين العظيم. إذن الهرم هو بناء فرعوني ضخم من الحجارة الصلبة ذو قاعدة مربعة، له أربعة جدران وثلاثة الشكل تلتقي رؤوسها مشكلة قمة الهرم. بالنسبة لسور الصين العظيم، امتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، وهو من عجائب الدنيا السبع. أبحث في أحد القواميس عن معنى الظبي. إذن
الظبي حيوان من حيوانات الصحراء الشهيرة. ولكل من الإناث والذكور قرون حلزونية طويلة وهو شبيه بالغزال. الآن ننتقل إلى أفهم بماذا حلم الشاعر. أفهم حلم الشاعر بأنه يطير في السماء كالطير. السؤال الثاني: ما البلد الذي بدأ به رحلته؟ البلد الذي بدأ به رحلته هو بلاد الصين. ماذا أعرف عن سور الصين العظيم؟ ما أعرفه عن سور الصين العظيم هو امتداده على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، ويعد من عجائب الدنيا السبع. سؤال آخر: ما المحطة الثانية في رحلته؟ ماذا شاهد فيها؟ المحطة الثانية في رحلته هي الأهرام بمصر العربية. ماذا شاهد فيها؟ شاهد فيها أبا الهول جاثما في صمته لأنه صنم. ماذا يعني الشاعر بالأقصى؟ يعني الشاعر بالأقصى المغرب
لأنه كان يسمى تاريخيا بالمغرب الأقصى، وذلك لوقوعه أقصى الغرب الإسلامي. ما الآثار التي استوقفته بالأقصى؟ الآثار التي استوقفته بالأقصى جامع القرويين بفاس وساحة جامع الفناء بمراكش. أقرأ وأفكر. اقتصر الشاعر في رحلته على الآثار العمرانية، وأنت لو قمت برحلة ماذا تفضل أو ماذا تفضلين ولماذا؟ إذن أقرأ وأفكر. لو قمت برحلة لفضلت زيارة بعض الأماكن الطبيعية الخلابة كالغابات والشلالات والجبال والأنهار لأنها تثلج الصدر وتبعدنا عن ضوضاء المدن. أذكر آثارا عمرانية بالمغرب غير التي ذكر الشاعر. من الآثار العمرانية التي يزخر بها المغرب من غير التي ذكرها الشاعر ثومعة حسان الكتبية وليد وغيرها من الآثار. لما قال الشاعر ساحة عجيبة؟ قال الشاعر ساحة عجيبة
لأن بها جميع أنواع الفرجة من ألعاب بهلوانية وحلق وحيوانات مروضة على بعض الأمور. ثم هناك مروض الأفاعي والحيات وغيرها. الآن نمر إلى أتذوق. ماذا أفهم من كلمة جاثم؟ أتذوق أفهم من كلمة جاثم أي منبطح ورابط على صدره. في النص تشبيهان أقرأهما. في النص تشبيهان أقرأهما. لدينا وأعلو غريدا كفجر منير فأشرق قلبي كظبي غرير. أعلق رحلة الشاعر الحلمية ترويح عن النفس واستحضار تاريخ كبير وتذكير بالعلم والفرجة. أوضح هذه الانطباعات وأبدي رأيي فيها. إذن لدينا في أعلق فالشاعر في بداية القصيدة يأخذنا معه في حلمه بوصف ما يخالج نفسه من شعور بالانشراح كالفجر المنير. حيث يعانق الأمواج ويداعب نسمات البحر في شوق وحب بعد ذلك تنطلق رحلته
إلى أقصى الشرق. بلاد الصين العجيبة. وتاريخها العريق المتمثل في سورها الشامخ العظيم. وفي طريق عودته يمر بأرض الكنانة مصر. ليحدثنا عن أهراماتها وعن أبي الهول رمز التاريخ والحضارة. وقد تميزت رحلته بالعلم والفرجة في بلاد المغرب الأقصى حيث جامع قرويين مهارة العلم والمعرفة وساحة المدينة الحمراء مراكش الناشرة للبهجة والفرجة لزوارها. أما فيما يخص رأيي فأعتقد أن الشاعر عجز عن تحقيق ما يطمح إليه في الواقع، فاستطاع تحقيقه في أحلامه الجميلة. الآن نمر إلى ألتمس الإيقاع. الشاعر يكرر في النص شطرا معينا، أحدده وأقرأه عدة مرات. إذن الشطر الذي يكرره
الشعر في النص هو حلمت بأني طير أطير، حلمت بأني طير أطير، أبحث أكتب فقرة عن معلمة أثرية من معالم بلدتي أو معلمة مغربية زرتها. إذن المعلمة الأثرية التي سأتحدث عنها هي جامع الكتبية. هو أكبر مسجد في المغرب، بني سنة 1150، ويبلغ ارتفاعه 65 مترا، ولا يزال حتى الآن مركزا دينيا للعبادة. يتوسط مدينة مراكش وتسميته مشتقة من الكتبيين وهو اسم لسوق بيع الكتب، يعتقد أنه كان بمقربة المسجد. إذا المعلمة الأثرية هي جامع الكتبية، أكبر مسجد في المغرب، بني في 1150 ويبلغ ارتفاعه 65 مترا، ولا يزال حتى الآن مركزا دينيا للعبادة، ويتوسط مدينة مراكش، وتسميته مشتقة من الكتبيين، وهو اسم لسوق بيع الكتب، يعتقد أنه كان بمقربة المسجد.